الفصائل الفلسطينية في غزة تفرض على إسرائيل معادلة رعب جديدة بعد حصول الفصائل على صواريخ من نوع فجر تصل إلى تل أبيب، وإسرائيل تصر على ضرب حماس وفرض قوة ردع جديدة. من القدس تقرير مجدي الحربي. إسرائيل تتوعد برد رادع على الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة. جولة التصعيد الجديدة هذه لم تنتهي حتى الساعة بهدنة بوساطة مصرية كما جرت العادة، والقيادة العسكرية في إسرائيل تطرح أمام الحكومة خطة لعملية واسعة. أنا أقول بشكل واضح، حماس مسؤولة عن التصعيد وستتحمل المسؤولية وسنضربها بقوة. اللجان الإسرائيلية الأمنية المشتركة للأجهزة وللوزراء في حال انعقاد دائم، ومساع دبلوماسية يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشرح موقف إسرائيل تمهيدا ربما لعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، فهو بحاجة لإنجاز عسكري عشية الانتخابات العامة يقول المقربون منه. هو يجب في كل مواجهة أن تبرز شيئا جديدا. هناك حرب نفسية كما يعرف الجميع بجانب الحرب العسكرية، هناك حرب موجهة لاتجاه الجبهة الداخلية الصهيونية. هذه الأسلحة تؤثر بالدرجة الأولى على الجبهة الداخلية الصهيونية الهشة والتي لا تستطيع الصمود أمام حرب طويلة عند إبراز أي سلاح جديد، وهو متواضع، يعني لا نملك ما يملكه العدو، ولكن أن تظهر على الإعلام راجمة صواريخ التي أظهرتها سرايا القدس بالتأكيد يؤثر على معنويات الجبهة الداخلية الصهيونية، مما يشكل ضغطا على الجانب السياسي والعسكري لدى الكيان. هذه حرب نفسية تخاض بجانب الحرب العسكرية في الميدان. في قطاع غزة يحاولون استيعاب الأمر والتوصل لتهدئة مع إصرار حماس على فرض معادلة عسكرية جديدة في القطاع تضمن لحماس مهاجمة الجيش الإسرائيلي كلما رأى ذلك مناسبا، مقابل رد إسرائيلي خفيف يقول الخبراء. إجماع في إسرائيل من كل الأحزاب السياسية الصهيونية على ضرورة القيام بعملية عسكرية لردع حماس من إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، ويبقى السؤال ليس إذا كانت هناك عملية بل ما هو حجم هذه العملية. من القدس مجد الحلبي، MTV. صدرت استنابة قضائية دولية للسماح لقضاة فرنسيين مكلفين التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالتوجه إلى رام الله، حيث سيأخذون في 26 من الشهر الجاري عينات من رفاته في مدينة رام الله في الضفة الغربية، تمهيدا لفتح القبر في 26 من الشهر الجاري من أجل أخذ عينات من جثمانه لفحصها ومعرفة أسباب وفاته، بعدما كشفت تحقيقات مختبرات سويسرية أن ملابسه تحتوي على نسبة عالية من مادة البولونيوم المشعة. دهم أكثر من 10 محققين من مكتب FBI منزل العشيقة السابقة لبيت رايوس الكائن في شارلوت في ولاية كارولينا الشمالية، وأخرجوا علبا والتقطوا صورا من داخل المنزل. من ناحية ثانية، أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتجميد قرار تعيين الجنرال جون ألين قائدا أعلى لقوات الحلف الأطلسي، وألين هو موضع تحقيق بسبب رسائل إلكترونية غير لائقة أرسلها إلى جيل كيلي، المرأة التي كانت خلف كشف العلاقة خارج الزواج التي أقامها مدير CIA ديفيد بيترايوس مع كاتبة سيرته الذاتية بولا برودويل. أخلي سبيل الإسلامي أبو قتادة المشتبه بدلوعه في الإرهاب كفالة من سجن بريطاني مشدد الحراسة بعد قبول طعن تقدم به ضد ترحيله إلى بلده الأردن. ومن المتوقع نقل أبو قتادة إلى منزله حيث سيفرض عليه حظر للتجول لمدة 16 ساعة في اليوم، بحيث يغادر منزله فقط ما بين الساعة 8 صباحا والرابعة بعد الظهر.